اهلا بكم. النهارده اللقاء مهم جدا، وكفايه انا اقول لكم ان انت ما بتحافظش على رقبتك يا اخي العزيز يا اختي العزيزه. كلنا ما بنحافظش على رقبتنا. ليه؟ اولا بننام غلط، ثانيا حركات بقى الرقبه الغريبه اللي الناس بتعملها دلوقتي، تكست وانت ماسك الموبايل عمال تبص كده، وبعدين كل شويه تلاقي نفسك عملت كده، وتلاقي واحد يقول لك انا بطرقع رقبتي كتير. خطر جدا الحاجات دي، خطر جدا كمان ان انا اسوق بسرعات كبيره وحاطط حزام الامان ومش متنبه للي ممكن يحصل لرقبتي. لو فرملت فرمله جامده، حزام الامان جسمي بيسير بنفس سرعه، لو انا فرملت فجاه جسمي بيجري بنفس سرعه العربيه اللي بيوقفه حزام الامان. الرقبه مش معموله لحزام الامان، فممكن جدا يحصل مشاكل في الفقرات في الوقت ده. وللاسف احنا مش مدركين لخطوره الفقرات العنق، مش مدركين لخطورتها، مش مدركين ان الحبل الشوكي ماشي جوه الفقرات العنقية. فهنا الهزار مش مع عصب، هنا الهزار مع الحبل الشوكي، هنا الإصابة هتكون في الحبل الشوكي، والتمن غالبا غالي جدا. فعشان كده اللي عنده مشاكل في الفقرات العنقية، عنده ترمين في ايديه، عنده ضعف وخدنان في ايديه، عنده ألام غير مفسرة في منطقة الرقبة، عنده ده كله لازم يكشف بسرعة بسرعة. ولازم يفهم الحلقه بتاعتنا النهارده بالتفصيل مع ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ الدكتور يسر الحميلي. الانتشار الاصابات ومشاكل العمود الفقري في السن الصغير، ودي مشكله. كان في الاول ما بنعملش عمليات انزلاق غضروفي الا بعد ال 35 40 سنه. الالم اللي عندي ده الم بتاع غضروف ولا الم حاجه تانية؟ في علامات مميزه لحدوث الانزلاق الغضروفي لا تخطئ. الفرق بين الجراحه الميكروسكوبيه والجراحه المناظيره، الاثنين تولز. ما تستخسرش في نفسك انك تتعامل مع حد هو في المستوى المطلوب. الاستاذ الدكتور يسري الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، مدير مستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصه. ضيف العزيز استاذ الاساتذه في هذا المجال استاذ الدكتور ياسر حميلي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. الحقيقه احنا بنضر برقبتنا بضرر كبير جدا، والحركات اللي بنعملها بالرقبه حركات في منتهى الخطوره. يعني برضو قبل ما ندخل في الغضروف العنقي ونتكلم عليه، حضرتك يعني ارسلنا كده ايه اكتر حاجات بتشوفها؟ واكيد انت بتشوف سواء في القصر او في نيورو سباين بتشوف حاجات كتيره جدا من تصرفات بعضها خطر وبعضها بسيط بس مع الوقت عمل مشاكل. الحقيقه طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا إصابات الفقرات العنقية، وإصابات الفقرات العنقية بتبقى حاجات كتير جدا، منها ما هو بطيء ما بنحسش بيه إلا لما بتقع الكارثة، ودي أصعب شيء وأخطر شيء في إصابات العمود الفقري. ومنها ما هو كارثي زي الشباب اللي بينط مرة واحدة في البحر، أو غالبا بيبقى في البحر مش في حمام سباحة، وهو مش مدرك إن المكان ده ضحل فبيصطدم بصخرة عند قفز من مكان إلى المكان من فوق الشط على غالبا فوق صخرة، ينط في المية يصطدم بصخرة. أكتر حاجة بيجي لها أذى بتبقى الفقرات العنقية. وعايز أقول إن كل صيف بشوف مش أقل من 10 حالات من هذا النوع من الإصابات. خدوا بالكوا اللي بينط عشان ينزل المية سواء كان في الغردقة، في السخنة، في شرم الشيخ، الأماكن اللي فيها البحر وجبل، ياخد باله من العمق. العمق ممكن يخدع، المية ممكن تخدع، فدي من أخطر الحاجات. أكتر حاجة بقى بشوفها هي غضاريف الفقرات العنقية
وخشونة الفقرات العنقية اللي لم تعد قاصرة على سن معين وأصبحت منتشرة بشكل كبير جدا، وساهم في وجودها التكنولوجي الحديث من الموبايل والتابلت، ويمكن أشرت لده في أكتر من حلقة، وقعدة الناس على الموبايل وتانيتها، والولاد اللي بيقعدوا يذاكروا على من غير مكتب وبيقعد يذاكر في الأنتريه أو تدخل الكافيهات الكبيرة المشهورة تلاقي الولاد قاعدين بيذاكروا بيراجعوا وهم قاعدين قاعدة خاطئة 100%. السواقين اللي بيسوق مسافات طويلة واللي متعود إنه هو بيسوق زي ما أنت قلت وفجأة يفرمل ويمشي سريع ويفرمل ويمشي سريع، ده كل ده بتاخده الفقرات العنقية دايركت، إصابات مباشرة. مشكلة الفقرات العنقية إنها لا تعطي أعراض آلام زي فقرات الظهر، مش زي الفقرات القطنية. يا جماعة توقعوا مرضى الانزلاق الغضروف العنقي اللي بيجي بتنميل بسيط في إيديه أو إيده بتترعش لما يمسك حاجة أو يشتغل بإيده شوية أو ألم في الرقبة وبيسمع في الدراعات أو الكتفين، ونعمل أشعة رنين مغناطيسي ونجد مفاجأة من العيار الثقيل 3 و4 غضاريف، والمفاجأة الأكبر إن ده ما بيبقاش عامل أعراض كتير للمريض، فالمريض بيستهين بالموضوع وينتظر وينتظر ويقول لا أنا ما خدت علاج سكنني الألم، لا يدرك أننا هنا نضغط على الحبل الشوكي العصبي. ضغط الغضاريف على الحبل الشوكي العصبي غالبا بيبقى ما فيش ألم، التأثير كله بيأتي في هيئة ضمور في العضلات، الضمور ده بيقعد يسحف 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 يعمل ضمور في الخلايا العصبية اللي في الحبل الشوكي وبعدين يأثر على العضلات زي ما احنا شايفين. ده منظر الانزلاق الغضروفي، الأصفر ده الحبل الشوكي العصبي، الغضروف بيقعد يكبر سنة بسنة سنة بسنة يضغط شيئا فشيئا، هنا ضغط على العصب لأن المريض ده محظوظ بدأ يجيله ألم في دراعه وألم مبرحة هتخليه يروح يعمل أشعة، هتخليه يتخذ الوسيلة العلاجية، لما الدكتور يقول له عملية هيبقى مدرك خطورة الأمر لأنه حاسس ألم عنيف زي غضاريف الظهر. لكن في الغالب الأعظم الفقرات العنقية، نعمل الأشعة يبقى فيه تنميل بسيط أو وجع بسيط، ونعمل أشعة نجد غضاريف كبيرة جدا، والأخطر من هذا أنها لا تعالج ولن تعود الأمور إلى طبيعتها، والضغط مستمر على الحبل الشوكي العصبي والضمور مستمر، وللأسف تحدث الأعراض التي ينتبه إليها المريض عندما تكون الأمور لا رجعة فيها. مش لا رجعة فيها إن إحنا هنعمل عملية، لا هنعمل عملية ومعظم الحاجات دي ممكن ما يتصلحش، وبالتالي من هنا العلاج المبكر ونسمع نصيحة الدكتور في العلاج والعمليات للفقرات العنقية. هنا بقى جزئية الناس بتبقى متخوفة وبشدة، وعند الناس وسواس شديد جدا جدا من عمليات الانزلاق الغضروف العنقي أو كسور الفقرات العنقية، ومعهم كل الحق، لكن النهاردة بقى التكنولوجي الحديث خدم الجانب ده بشكل غير طبيعي. أصبحنا الثورة العلمية اللي حصلت دي خدمت أكتر مكان اتخدم في العمود الفقري هي الفقرات العنقية. النهاردة بالجراحة الملاحية باستخدام الميكروسكوب باستخدام المنظار بتقنيات الغضروف الصناعي العنقي بنرجع تاني طبيعي 100%. الناس هتسأل طب ازاي ده؟ ببساطة شديدة عندنا تجارب موجودة على صفحة نيوروسباين على الفيسبوك، تقدر تدخل وتسمع لمرضى أكثر من مريض الأسبوع اللي فات واللي قبله عاملين له الفقرات العنقية، وأنا يعني حبيت الناس دي تطلع تبقى مثال حي يتكلم عن تجربته. منهم ناس رواد في مجال كرة القدم، هنقدر نتكلم نشوف تجارب الناس اللي قبلنا. فقرات العنقية النهاردة بنعمل عملياتنا بالمنظار بالميكروسكوب، العمليات محدودة التدخل، هنا دورها الأكبر في الفقرات العنقية. هنقدر نشيل الغضروف ونركب غضروف صناعي والمريض يرجع يقعد على مكتبه ويسوق عربيته بعد أقل من أسبوع، ودي حقيقة وواقع موجود وكل يوم بنعمله وبنعيشه، ومن أجمل وأجمل العمليات اللي احنا تميزنا فيها أو اللي تميزت فيها نيوروسباين بالتقنيات بتاعتها
عمليات الغضروف العنقي. عظيم. في سؤالين، السؤال الأول، هل ممكن الغضروف العنقي يؤثر على آلام الظهر أو يؤدي إلى مشاكل في الظهر كآلام؟ والسؤال الآخر، هل كل مريض غضروف عنقي لابد له من جراحة بشكل مباشر؟ ده دماغ برضو الناس كده. لا، هو من ناحية أنه بيأثر على الظهر بيعمل آلام في الظهر، وبيعمل اللي الناس كتير ما تعرفوش وبتبقى مستغربة له، إزاي أنا عندي غضروف عنقي ويعمل لي آلام في رجلي أو تنميل في رجلي؟ بيعمل آلام وتنميل في الرجل، وبيعمل آلام عصبية مبرحة ساعات في الرجلين تتشابه إلى حد كبير جدا مع آلام الانزلاق الغضروف القطني. ده ليه؟ لأن ده بيضغط على الحبل الشوكي العصبي. حبل الشوكي العصبي يا جماعة هو الضفيرة العصبية اللي جايبة كل الأعصاب من المخ عشان تتوزع على الجسم، ودي بتتحكم في كل حاجة بقى في الإنسان، من ضربات القلب إلى البعدة إلى 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 حركة الإيدين والرجلين. كابل الرئيسي، كابل الكهرباء الرئيسي، دي الفقرات العنقية. الفقرات العنقية لما بتتحرك كده، الحركة الغير طبيعية وسوء الاستعمال هيؤدي إلى إن الغضروف يتآكل. الغضروف لما بيتآكل ويخرج بره محتواه، أول حاجة هتصادفه إما عصب حساس أو الحبل الشوكي العصبي، وبالتالي الضغط هنا هيدي آثار سيئة جدا. العملية القديمة كانت بتبقى باستئصال الصفيحة الخلفية للفقرات العنقية، ودي كانت بتبقى فتحتها كبيرة، ولازال معظم الناس اللي بتشتغل بالطرق التقليدية بتعمل الكلام ده، لكن النهاردة عمليات الميكروسكوب الجراحي والمنظار خدمت. بندخل من الأمام مش من الخلف، فتحة صغيرة جدا، لو الفيديو اتعرض هنشوف. الأجمل من ذلك إن احنا بنرجع كامل وظائف العمود الفقري الفقرات العنقية. يعني الغضروف الصناعي بيرجع المريض يتحرك ويلف ويعمل، ده الأصفر ده الحبل الشوكي العصبي، هنا الغضروف ضاغط على الحبل الشوكي العصبي. هنا بقى ما اداش أعراض كتير، ما سببش مشاكل كتير للمريض، لكن لما لقينا بالأشعة الرنين المغناطيسي وبالفحص إن في ضمور في العضلات، عملنا رنين لقينا الغضروف كبير، هندخل هنا بقى عن طريق المنظار. إبرة دخلت من الجلد ودخل ورا الإبرة الجايد بتاع المنظار، ودخل ورا ده الآلات بتاعة المنظار. دخلنا هنستأصل بقى الغضروف بالكامل من قد إيه؟ فتحة لا تتجاوز قطر الألم الجاف، يبقى فتحة صغيرة جدا، دخلنا منها وشلنا الغضروف بشكل مباشر، ما بقناش بقى بنعمل توسيع للقناة العصبية من الخلف ونسيب الغضروف في مكان ويرجع يضغط تاني ويرد تاني. لو الأجمل من ذلك إن احنا هنشيل بقى الغضروف ده أهو حتة حتة، هنشيل الجزء البايظ المتآكل، هنشيل الغضروف كله وهنحط مكان الغضروف ده دعامة هتمسك الفقرات دي وهترجع لنا العمود الفقري كما هو، كأننا ما عملناش فيه عملية. المريض ده هيقدر يحرك؟ هيقدر يحرك، هيقدر يقف على رجله، مجرد ما يفوق من البنج هيقف، هيتحرك، هيقدر يعمل كل الوظائف اللي كان منوط به انه يعملها، هيعمل كل حاجة، هيقعد على مكتبه، هيقدر يعمل كل وظائفه الحيوية، هيسوق عربية، هيصلي، هيسجد، مش هيحتاج بقى لبسه رقبة زي الطرق التقليدية القديمة. يبقى احنا بقى عندنا الوسيلة والطريقة اللي ما تخليش حد عنده حجة انه يخاف او يكش او يبعد او يأجل الموضوع لحد ما تتفاقم الاعراض وتحصل مضاعفات. الصورة دي مهمة جدا، الصورة دي لو احنا رجعنا لها تاني، الصورة دي بتوريني فريق العمل اللي بيشتغل على هذا النوع من الجراحات. وانا يمكن قصدت ان انا احط ده عشان برضو الناس تفهم ان دور النيوروسيرجن او جراح المخ والاعصاب في المكان ده بالذات بقى هو ده دوره الأكبر. وما ينفعش حد يعمل عملية في المكان ده غير جراح المخ والأعصاب. الناس هتقول لي ازاي؟ كل اللي اخترعوا العمليات دي جراحي مخ وأعصاب، كل الانوفيتورز والأدوات والوسائل والتقنيات اللي اتعملت للفقرات العنقية هي جراحة المخ والأعصاب، ليست تحيزا إلى تخصصي ولكن إحقاقا للحق، لأن ده مريض ودي أمانة ربنا ادهالنا. مفيش مانع أن أي جراح عايز يشتغل في المنطقة دي يبقى موجود، بس لازم يبقى معاه جراح المخ والأعصاب المتمرس. عمليات المنظار والميكروسكوب الجراحي من أدق العمليات الجراحية
مش اي حد على فكرة يا ناس بيعمل الكلام ده، وما تتصوروش ان الموضوع هو سهل عليك انت كمريض، وبيسهل لك كل حاجة، وبيقطع بيختصر المسافات البعيدة جدا والطويلة جدا في حاجة صغيرة جدا. ولكن الكلام ده محتاج ناس متمرسة، ناس خبيرة، ناس بتعمل الكلام ده. دايما بقول ان الجراح اللي بيعمل عمليتين في الاسبوع غير الجراح اللي بيعمل 5 و6 في اليوم. اكيد هنا الامور بتختلف اختلاف جذري. ده بقى اهو الحاجة اللي بناخد مقاس الغضروف الصناعي، وبعدين بنقوم مركبين الغضروف الصناعي ومدخلينه في المكان ده، سواء كان غضروف صناعي مفصلي كامل او كيج حطناه رجع لنا المسافة ما بين الفقرات الى الوضع الطبيعي، حافظ لنا على اتزان وثبات العمود الفقري. الفتحة بتاعتنا صغيرة جدا جدا، اي حد في البيت هيقدر يغير عليها، المريض هيقدر ما يحتاجش يلبس رقبة، هيمشي على رجليه، هيعمل كل حاجة. ولما بقول كل حاجة بقول كل حاجة، وتقدر تخشوا على نيوروسباين على الفيسبوك وتشوفوا تجارب الناس اللي قبلكم. عايزين نشوفها كمان هنا يعني حضرتك، يا ريت برضو نشوف بعض هذه التجارب نسمعها، لانه هننقل لحي نعمل كومنيكشن ما بين الكلام الاكلينيكي بتاع المريض، وده مهم جدا، والحوار العلمي نترجمه حوارا علميا مباشرة. احنا عملناها قبل كده في الناس الحلوة، مفيش مانع نعملها في الدكتور. بالظبط، يبقى في الاثنين، لانه في النوعية دي من الجراحات الناس بتحب تسمع التجارب قبل كده. يعني واحنا مثلا لما بعمل زيارة في نيوروسبان وانا ماشي، ببقى ما شايف واحد ماشي جنبي تقولي ده عمل العملية امبارح، انا شفته فانا مش نسيه. فيعني انا يمكن قصدت عشان كده ان انا عامل عيادة ليا في مستشفى نيوروسبان، لان العيادة في مستشفى نيوروسبان مهمة جدا. العيان بيجي يكشف، وهو بيكشف بيشوف عيان عامل عملية، بيشوف المكان اللي هيعمل فيه العملية، بيشوف التقنيات، بيشوف الاسلوب، بيشوف الطريقة. ودي بتبقى من الحاجات اللطيفة جدا، احنا مش فاتحين قطين على بعض او شقتين وكاتبين عليهم مركز. يا جماعة احنا مستشفى متخصصة فيها جميع التقنيات والاساليب العلمية اللي هي في المانيا او في امريكا. والنهاردة انا بفخر ان انا عندي عيانين من جنسيات اوروبية. يعني الاسبوع اللي فات كان عندي مريضة ايطالية جاية تعمل عندي العملية. الناس هتستغرب فرق السعر. فرق السعر والمهارة كمان. المهارة الحقيقة المهارة. لا بس برضو هنا 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 اعتقد انه اكيد اقل ثمنا من اوروبا بتهيألي. يعني بالعكس، انا جاني مريض يعني بيتكلم عربي مكسر، هو الماني اصل اردني الاصل، حد من ميونخ من الاساتذه العظام. قال له في مصر انت عربي؟ طب ما في عندك في مصر. قال له لا ده انا الماني ومعايا الجنسيه. الراجل بيقول لي بعد ما روحت فكرت، طب وانا ليه ما انزلش مصر؟ صحيح انا عندي تأمين في المانيا، لكن انا هنزل مصر اشوف مصر، اتفرج على معالم سياحيه، واعمل عمليه الغضروف العنقي عند الراجل ده وعملت له العمليه. وعندي مريضه ايطاليه اعتقد انها برضو حاطه مشاركه ليها على الفيسبوك. وعندي مريضة تركية من تركيا جات لي برضو، ده غير طبعا الدول العربية اللي بتيجي منها. عايز اقول يا جماعة النهاردة العالم بقى قرية صغيرة، الناس بتسمع وبتشوف، بتشوف تجربة حية لمريض عامل قبل كده، ودي احسن وسيلة تتعرف بها على الجراح اللي هتعمل عنده العملية، انك تشوف تجربة حية. ببقى مبسوط قوي من المريض اللي جاي عرفني عن طريق حد من أهله او من قرايبه او من أصدقائه، لان ده هيبقى عارف كويس جدا هو بيتعامل ازاي، وهيبقى فاهم كويس جدا هو بيتعامل مع مين، وايه الاساليب والطرق والمعدات والاجهزة اللي على فكرة يا جماعة ده بياخد مننا يعني دعم غير طبيعي. المستشفى عشان نستمر في صيانة الاجهزة والمعدات الغالية دي، ده بيحتاج مننا دعم ومجهود كبير جدا، لكن ده مش خسارة في مرضانا. مرضانا يستحقوا أكثر من هذا، وإحنا بنفخر إن إحنا بقينا بنجلب للبلد سياحة علاجية. أيوة. ودي حاجة إحنا أنا شخصيا بفخر بيها، إن أنا عندي كوادر دلوقتي علمتهم بيشتغلوا جراحين للمخ والأعصاب والعمود الفقري في نيوروسباين، أقدر أنافس بيهم أي حتة في العالم. مش بيسري الحميلي، بتلامذة يسري الحميلي الحمد لله رب العالمين بقى عندنا تفريغ. احنا عايز اقول ان بلدنا تستحق مننا
أكثر من هذا في كل القطاعات. عظيم. هل المريض بيبقى مهتم برضو بالتكنولوجيا، بالتقدم، بالجراحة الملاحية، بالأساليب اللي داخلة؟ هل ده برضو في اهتمامات المريض، ولا هو ما زال المريض بيهتم فقط بالجراح؟ يعني جايب اسمك وأنا عارف وتجربة وبتاع الكلام ده كله، لكن هل في مريض ثقافته وصلت لمرحلة أنه يسأل على التكنولوجيا كمان؟ الحقيقة فيه، وده دوركم في الإعلام، ويمكن احنا ألقينا الضوء في على الكلام ده، وبدأت الناس تعرف من خلالنا الحاجات دي، لكن ده مهم جدا. وده بقى اللي بيرجع في الأول وفي الآخر إلى يعني إزاي أنت تبقى واحد عالمي وإزاي تبقى واحد محلي. ما هو أنت عالمي هتنافس السوق العالمي، بيبقى فيه كل حاجة حديثة. النهاردة لما باخد المرضى بتوعي دول، نتائج عملياتي، تصوير عملياتي، نتائج الأشعات، وعرضها في مؤتمر برا، أنا بنافس بقوة وبحق. منافسة مش مجرد منافسة لأن أنا جايب عدد أكبر، لا، منافسة لأن أنا بعمل حالات أصعب كمان. يمكن ودي من الحاجات اللي ميزتنا، ولما بنقول حاجات أصعب بنقول حاجات أصعب بكثير جدا من اللي تعود عليها الناس برا وبيشتغلوها. والأهم من ذلك أنهم بيجدونا بنشتغل بنفس التكنولوجي بتاعهم، وبالتالي عشان كده أصبحت أنا بعمل عمليات في مستشفيات في أوروبا، وبقيت من الجراحين المعتمدين هناك وبعمل عمليات في الأماكن دي. وده الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا. احنا على فكرة يا جماعة، أمهر أطباء على مستوى الدنيا كلها هم الأطباء المصريون، وجراحات المخ والأعصاب بالذات متفوقين انتوا فيها الحقيقة. الحمد لله رب العالمين. يعني مجموعة القصر عيني كلها ما شاء الله مجموعة يعني فعلا حققت، ومنهم ناس موجودين في ألمانيا تحديدا وشايلين مستشفيات. ده حقيقة. يعني يعني شايلين مستشفيات كبيرة. دي حقيقة. او احنا شفنا يعني حضرتك برضو في ناس منهم شرفونا في مصر هنا. الجراحة الملاحية ودورها في جراحة الغضروف العنقي. الجراحة الملاحية دي بقى قصة كبيرة جدا جدا، ومنظومة العالم النهاردة بيتكلم عنها، يمكن بقت ثورة في عالم الجراحة. إن أنا النهاردة أقدر أعمل عملية من خلال الجراحة الملاحية والنافيجيتورز واستخدام الريبوت والكمبيوتر لمريض حصلت له كارثة في وسط أفريقيا، وأنا قاعد في ألمانيا، أو أنا قاعد في مصر، أو أنا قاعد في أمريكا. أنا كجراح أقدر أساعد حد من الفريق اللي بدربه تدريب، مش تدريب فظيع، وأقدر أبعاته في مكان الكوارث ويعمل العملية لو عندي التكنولوجي. النهاردة بنتكلم على التيلي سيرجري، اللي هي الجراحة عن بعد، إن أنا بقاعد على مكتبي وبوجه جراح يعمل عملية بالميكروسكوب، بالمنظار، بالجراحة الملاحية في مكان بعيد جدا وفي مكان نائي. فالنهاردة الموضوع ما بقاش رفاهية، الموضوع بقى ضرورة واحتياج لحاجات كتير جدا. الجراحة الملاحية سهلت علينا ان احنا ببساطة شديدة نعرف احنا داخلين فين وازاي وليه، والاهم من هذا كله وقت العملية بقى صغير جدا، ما بقيناش ننقل دم للمرضى زي ما هو معتاد في مثل هذه العمليات الجراحية. بعمل تثبيت الفقرات في ساعة الا ربع اللي بيتعمل في الجراحات التقليدية، مش اقل من 3 أو 4 ساعات. بنعمل الانزلاق الغضروفي، المريض ما بيحتاجش يلبس حزام ولا يلبس رقبة ولا يبقى عنده غرزة حتى في ظهره. النهاردة الجراحة الملاحية فتحت لنا أفاق كثيرة جدا، ودخلت لنا بقى مجالات أخرى، أشهرها اللي النهاردة بقى ثورة كبيرة، الريبوت والجراحات الآلية. الجراح الآلي أوي. بقى في جراح آلي تقدر تعمل بيه عمليات في أماكن معينة. يمكن إحنا كجراحة مخ وأعصاب كنا أول حد يدخل الجراحة الآلية في مجال الطب سنة 1985، لما الريبوت عمل عينة، أخد عينة من المخ عن طريق الجراحة الملاحية اللي هي أنا أخدت فيها الدكتوراه منذ فترة بعيدة. والحمد لله أن أنا بجني ثمار، أن أنا دخلت مجال كان وقتها صعب جدا. النهاردة الجراحة الملاحية بقت هي كل حاجة. يبقى شيء مهم قوي من ضمن أهداف العمل الإعلامي اللي احنا عملناه من السنوات الطويلة وحضرتك كنت شريك فيه، إن احنا نحسن الثقافة الطبية، ومجال المخ والأعصاب الثقافة الطبية كانت فيه محتاجة تحسين كبير، لأنه جراحة المخ والأعصاب جراحة كريتيكال
وانا دايما اقول ان دي جراحات الملي مش مليمترات، ده المايكرو، وجراحات الإليت من الجراحين، ده دول اعلى جراحين في العالم. الثقافه، هل ترى ان احنا تقدمنا في مجال الثقافه؟ قدرنا ان احنا نوصل للناس فكر وثقافه جيده خلت الناس اللي كانت على وشك انها تصاب بالعجز؟ احنا ما بنتكلمش بقى في جراحه إلكتف اختياريه، ده جراحه اجباريه. هل ترى ان احنا فعلا وصلنا لدرجه ثقافه مقبوله؟ ده حقيقه على فكره. وعلى فكره يعني من الحاجات اللطيفه كمان ان في ناس اتعلمت من البرنامج وعرفت وبتنقل الكلام ده للي ما يعرفش، وبتوجه وبتدعم وبتدي وبتنشر الثقافه، زي لما انت بتزرع بذره والبذره دي بتطرح الحقيقه. كل ما هو علم، كل ما هو علم هو نور، هو ضياء، هو هدى، والهدى ده ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه بيثمر. النهارده انا لما بعلم تلامذتي بقول له يا ابني انت النهارده لما تعمل عمليه كويسه وناجحه وتتقن عملك فيها والعيان يطلع مبسوط زي اللي عمل في اوروبا واحسن. وانا اذكر احد المشاهير اللي راح المانيا يعمل عمليه وكلمني من هناك وقال لي انا نازل فورا، انا مش هكمل هنا، انا ندمت ان انا جيت، وعمل عمليته في مصر ومبسوط وسعيد جدا. انت بتوفر على البلد، بتوفر على الناس العناء والمشقه، بتنور بلدك، بترفع اسم بلدك حتى لو داخل بلدك، فهو ده انتصار عظيم جدا وترشيد وتوفير لطاقات الناس اللي كانت بتبدد. والنهارده انت بتنقذ ارواح لما تعمل حاجه كويسه، وده اللي انتوا عملتوه واللي احنا بنعمله، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه وبيثمر اكثر واكثر. ما بيناش نشوف حد يتشل، والحمد لله رب العالمين. اللي انا بحب بس المريض يسمع الكلام، يسمع كلام الناس الامينه اللي خايف عليه. انا اللي بشكرك شكرا جزيلا، لانك انت ساهمت بدور كبير جدا في هذه المستوى من الثقافه، ووجودك معنا طبعا شرف كبير لينا جدا. ان جراح من جراحين الصف الاول في الوطن العربي، ومن الجراحين المشار لهم بالعنان على المستوى العالمي في جراحات المخ والاعصاب، يكون في الشاشات العربيه جزء مهم جدا من الثقافه الطبيه العربيه قدمته. وانا بشكرك شكرا جزيلا علي. شكرا جزيلا دكتور، نورتنا ضيف العزيز استاذ الاساتذه الجراح الكبير طبعا في عالم جراحات المخ والاعصاب الاستاذ الدكتور يوسف الحميلي. كان في الدكتور، خليكم دايما مع الدكتور.